طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قائمة أسماء الشركات العالمية ذات الخبرة بمجال التكنولوجيا لفحص أجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها. وقالت المفوضية في بيان لها إن مجلس المفوضين عمل على تشكيل لجنة لاختيار شركة فاحصة لأجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها. وتابعت أنه تم التوجيه بتشكيل وحدة انتخابات الخارج لتقديم خطة عمل تتضمن آلية تسجيل ناخبي الخارج بايومتريا وتوزيع بطاقة الناخب لهم وتفعيل دور موظفي المفوضية في بناء القدرات والإمكانات والمهارات في الجوانب الإدارية والإعلامية والمعلوماتية الفنية باستخدام التقنيات الحديثة.